النهارده واحنا بنتكلم عن ده بنقول ان وزاره الشباب والرياضه ما عملتش مراكز تنميه شبابيه عاديه، لا اتعملت مراكز تنميه شبابيه برعايه فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي على اعلى مستوى، بيصرف عليها على اعلى مستوى بشراكات ما بين الهيئه العربيه للتصنيع وما بين وزارة الإنتاج الحربي وما بين الهيئة الهندسية إذا كان المشروع كبير، والناس مستفيدة جدا. على سبيل المثال يمكن النهاردة شرفت بإني أنا أحضر افتتاح مركز التنمية الشبابية بستة أكتوبر الجزيرة 2. أنا فوجئت بل صدمت بروعة المبنى وحمامات السباحة والملاعب كلها، سواء كانت كرة قدم، بادل، سكواش، المتعدد، يعني حاجة فوق الإبهار بمراحل. وعجبني جدا الدكتور أشرف صبحي وهو بيتكلم عن هذا المفهوم واهتمام الرئيس به. ولكن خليني بس كده وأنا بتكلم، يا ريت الزملاء يجيبوا لقطات من الافتتاح أبدأ بيها معاكم. هتلاقي وانا بتكلم معاك هتشوف حاجة تصل الى حد انت هتأيدني، هتقول لي ازاي ما فيش القاء ضوء على مثل هذه الامور. لا، ممكن يكون كتابة، ممكن يكون سوشيال، ولكن برامج تدي مساحات وتصور، هذا شيء يعني يغضبني كثيرا انه مش واخد حقه بالمرة. وانا بوريك الافتتاح دلوقتي، يمكن استوقفت معالي الوزير الدكتور اشرف صبحي واتكلمت معاه في لقاء مطول جدا، يعني زي ما انتم شايفين اهو لحظه وصول. على فكره اللي انتم بتشوفوه ده كله وانا بشوفه معاكم ده بس تجريبي زي القنوات الفضائيه، يعني ده حضرتك افتتاح تجريبي. السيد عمرو حداد مساعد الوزير رئيس مجلس أمناء مركز التنمية الشبابية والرياضة الجزيرة 2 في 6 أكتوبر كان مع مجلس الأمناء في استقبال الدكتور أشرف صبحي وسيادة اللواء أركان حرب مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع. ويمكن لحظة وصول معالي الوزير للمركز. شايفين بس المنطقة دي يا جماعة، 8 فدان كانت صحراء مهملة وسط كتلة سكنية تحولت إلى، خلي بالك بس تجريبي زي الفضائيات، يعني افتتاح تجريبي انشائي زي كلمة بس تجريبي للقنوات الفضائية. هتشوف معايا يعني ازاي انت في حضور كوكبة الدكتور عماد البناني قيادة وزارة الشباب والرياضة، الصديق الغالي معالي الدكتور محمد الشاذلي المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، كمان كوكبة من النجوم حضروا، نجوم رياضة وإعلام وكثير من الزملاء. كمان كنت بتكلم مع الناس في وجود الناس بتوع الإنشاءات، كان محمد عبد النبي رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية والرياضية بوزارة الشباب والرياضة، قال لي جهد كبير بذل مع الهيئة العربية للتصنيع عشان نشوف ده، والوزير كان بيتابع خطوة بخطوة. الدكتور علي مصطفى مدير مركز التنمية الشبابية الجزيرة 2 شرح لنا المراحل كلها كانت ازاي، وان ازاي مساعد الوزير الدكتور عمرو الحداد رئيس مجلس الأمناء كان بينام مع مجلس الأمناء والإدارة التنفيذية عشان يطلع الشكل اللي انتم شايفينه بهذه الروعة وهذا الرقي. خليني استوقف حضراتكم مع هذا اللقاء الخاص لقناة الشمس مع معالي الوزير الدكتور أشرف صبحي واللواء أركان حرب مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع. اتكلمنا عن الموضوع ده وكان لقاء خاص جدا، وأرجوكم يا جماعة اهتموا جدا بده، لأن هذا المكان في زيه كتير في مصر تستحق الدولة الثناء على ما تقدمه في ظل توجيهات صريحة بأن تكون هذه الأسرح مراكز التنمية الشبابية ومنها الجزيرة 2 اللي افتتح اليوم
على أعلى مستوى كهدية من الرئيس للشباب مصر. نشاهد. معالي الوزير، احنا في مركز التنمية الشبابية الجزيرة 2، فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي تواجد في هذه المنطقة ويعطيها اهتمام خاص. نادي النادي كان أولى هدايا فخامة الرئيس للشباب وللشعب المصري. أنا فوجئت النهاردة بالكتلة السكانية اللي حوالينا، يا ريت لو الكاميرا تفتح، احنا في كتلة سكانية مركز التنمية الشبابية الجزيرة 2، صرح رائع ومجموعة من حمامات السباحة وخدمات رياضية على أعلى مستوى، وكمان الدولة وفرت حتى العضوية بمبلغ إلى حد ما في متناول المواطن البسيط، أو خلينا نقول حتى محدود الدخل. بص الأول يعني نقول القصة إيه. هنا دي كانت أرض 8000 8 فدان، وكان من ضمن الأصول، لكن بقى لها تاريخ طويل غير مستثمرة. يعني الناحية التانية في منتدى شباب، وهو موجود لخدمة يعني أهالينا. يعني الحقيقة احنا فكرنا تفكير مختلف شوية، عملنا فتح الاثنين، هناك 11 فدان وهنا 8 فدان، هيكون يعني قطاع واحد، لانه هنا بيخدم الحال 11 وال 12 وكمان مجاورتهم. يعني كل العضويات اللي موجودة في المنتدى، وده عدد من الالافات الكتيرة جدا جدا، دخلناها اللي ما كانش منتظم مش موجود، خدنا كل العضويات ديت، وبعدين علينا الخدمه بما ينبغي. ويعني المكان هنا صرح كبير جدا، بتكلفه انشائيه واستثماريه 190 مليون. 190 مليون مش من موازنه حكوميه، 190 مليون من مدخلات كل المنشآت والهيئات اللي الوزاره عملتها، مركز شباب الجزيره واحد، نادي النادي، يعني الشبرا الخيمه، المركز التنميه الشبابيه، كل الحاجات دي احنا بنعملها علشان من ذاتها نبدا نطور تاني، والكلام ده مهم جدا اقتصاديا. يعني بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقه يعني استكمالا للكلام الجميل اللي قاله معالي الوزير سياده الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه، احنا الحقيقه مع وزاره الشباب والرياضه وكافه مؤسسات الدوله لتنفيذ المشروعات المختلفه. الحقيقه وده دورنا المجتمعي، الحقيقة لازم يكون لنا دور. الحقيقة احنا شايفين توجه القيادة السياسية بالاهتمام بالشباب، فالشباب بيمثلوا حوالي 60% من الكتلة السكانية في مصر العربية.